مين الطفل الصغير اللي شاف واحدة غلبانة فطلع 50 قرش من جيبه واداها لها، ولما روح لقى باباه بيديله 5 جنيه ومامته كمان علشان يجيب بيهم حاجات حلوة علشان لسه قابضين. فالولد من فرحته يبوس مامته وباباه ويضحك ويفتكر الست الغلبانة اللي اداها 50 قرش. ومريم البنوتة لسه مخلصة محاضرات وراحت اشترت سندوتش من كافتيريا الجامعة، وهي خارجة لقى الطفل نفسه في الأكل وباصص للسندوتشات فدتهوله، وتروح تلاقي مامتها عاملة أحلى أكل بتحبه فتبص للسما وتبتسم. وعن أحمد اللي واقف يشتري لحمة لقى فقير بياخد عض علشان يعمل عليها شوربة، فيشتري له كيلو لحمة ويبوس راسه ويقول له كل شهر تيجي تاخد كيلو، ويحاسب الجزار ويرجع بيته يلاقي مرته بتقول أنا حامل بعد تأخر 5 سنين من الحمل. وعن أبنوب كرر التوبة بس قلبه متعلق بالخطية لسه، وسهران بيدعي ربنا قدام الكمبيوتر ويسمع صوت قلبه يحن للكتاب المقدس، يلاقي أول آية بتقول يا ابني أعطيني قلبك ويتلاحظ عينيك طرقك في أمثال 23:26، فيبكي بحرقة ويعلن توبته بقالها سنين عن مواقف كتير بتبين تدبير ربنا لينا.